متابعي قناة حلب اليوم على منصات التواصل الاجتماعي، مرحبا بكم في هذه الإحاطة من مدينة الباب. في يومهم العالمي أقامت مديرية الشباب والرياضة بالتعاون مع منظمة شفق فعالية لذوي الاحتياجات الخاصة في مدينة الباب، وحضر الاحتفالية العديد من الأطفال والرجال من ذوي الهمم إضافة إلى ذويهم وأقاربهم، حيث تم تنظيم عدة فعاليات شاركوا فيها كألعاب العقل والذكاء وكرة الطائرة ورمي الرمح، إضافة لتقديم عروض للكاراتيه والتايكوندو والعديد من الأنشطة الترفيهية الأخرى. تعتبر هذه الفعالية كنوع من الدعم المعنوي والنفسي لذوي الهمم وتكريما لهم في اليوم العالمي للإحاقة. وبعد انتهاء الاحتفالية تم تكريم جميع المدعوين وتتويج المشاركين، حيث قدم لهم هدايا رمزية. تستمر منظمة عطاء وبالتنسيق مع المجلس المحلي لمدينة الباب بنقل العائلات إلى تجمع القلوب الرحيمة السادس، حيث تم نقل العديد من العائلات الذين اتخذوا من سوق الهالي القديم مكانا لهم ومن باقي المخيمات العشوائية، وتم استلام سوق الهالي القديم من قبل مديرية الخدمات في المجلس المحلي لإعادة النشاط التجاري له، وكما تقوم مديرية الخدمات الاجتماعية وخدمات البلدية بإزالة مخلفات الخيم التي كانت متواجدة على أطراف المدينة. في أقل من 10 أيام حريقان بمحطات تكرار الوقود في منطقة ترحيم بسبب تسرب الغاز وسوء تكرار المواد النفطية الخام، حيث خلف الحريقان 4 إصابات، 3 منهم بحروق عادية وإصابة أخرى خطيرة، بالإضافة إلى خسائر كبيرة جداً بالمحروقات المتواجدة بمحيط الحراقات المشتعلة. بدورها استنفرت كامل مراكز وفرق الدفاع المدني وعملت على إخماد النيران بعد عدة ساعات من العمل المتواصل ونقل المصابين إلى المشفى لتلقي العلاج. هذه إحاطة اليوم، دمتم بخير.